اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده، يلا نتصالح. في بدايه الحلقه حابه اقول لقناه الحريه ولكل العاملين فيها على راسهم دكتور رأفت ويليام وزوجته مدام وفاء، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد ميلاد القناه الخامس، كل سنه وانتم متباركين، كل سنه وانتم مستخدمين من قبل الله لنشر كلمته وتوصيل حقه للملايين. سؤال حلقتنا النهارده سؤال شاغل بال الكثيرين واجابته تساوي العمر كله: هل اقدر اطمن على مكاني في الابديه وانا هنا على الارض؟ قداسة بابا شنودة في مرة قال: صدقوني إن جواز السفر الوحيد الذي تدخلون به لملكوت الله هو هذه الشهادة الإلهية: أنت ابني. إزاي يبقى عندي جواز السفر ده صالح مدى الحياة؟ إزاي تبقى عندي هذه الشهادة؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة مع ضيفنا مازقة في الصدرك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا، وبتشرفنا كمان في الاستوديو معانا مدام سامية. أهلا بيك يا سامية. أهلا بيك. تعالوا مع بعض نسمع بعض الإجابات على سؤال حلقتنا: هل انت مطمن على مكانك في الابديه؟ جانا لكم بعد ما سمعنا الاجابات وبنبتدي حلقتنا. هانز الفريد، واضح انه اغلب الاجابات كانت بتتفق على انه السؤال ده هل ممكن اطمن على مكاني في الابديه وانا هنا على الارض انه صعب. مش ده الاغلبيه قالت كده، انه الله اعلم. من الاخر، راي حضرتك ايه؟ احب اقول ايه وأشارك بها، بتقول: ولكن لا تفرحوا بهذا إن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري إن أسماءكم كتبت في السماء. ودي أكبر فرحة. إحنا بقالنا كذا مرة بنتكلم على الفرح، أيوة، وبركات الفرح والحرامية اللي بتحاول تسرقه، يعني أفكار ولا عدو الخير أو كده. فدي فرحة كبيرة، أعتقد إنها أهم وأكتر من أي فرحة تاني اتكلمنا عليها، نبقى مطمن ان اسمي مكتوب في ملكوت السماوات ومطمن على ابديتي. ودي فرحه تفوق السلطات اللي الله كان مديها للتلاميذ وخدمتهم وسلطتهم حتى على الارواح الشريره، وكل اللي عملوه في الخدمه كانوا فرحانين بيه. مش بس كده، قال لهم لا، ده في فرحه اكبر واعظم. فرحه ان يكون اسمي مكتوب في ملكوت السماوات. طيب الايه دي او الجمله دي قالها رب المجد للتلاميذ، دي لينا زي آيات الكتاب المقدس كلها يعني، ولا دي كانت حاجة خاصة بالموقف ده؟ هو الله أب، هل كان أب للتلاميذ بس؟ لا طبعا، احنا بنقول قداسة الباب بيقول أهم حاجة البنوية. هل البنوية كانت على حكر على التلاميذ فقط؟ لا، ده شيء لينا كلنا. بس فعلا الطريق صعب، وفي كتاب في آية واضحة صريحة في الكتاب بتقول إنه ما أضيق الباب وأقرب الطريق. الدنيا متصعبة، أنا نفسي، بس السكة صعبة. ممكن بعد إذنك أطلع الآية؟ اتفضل. بتقول ما أضيق الباب وأقرب الطريق، صح، الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. الآية قليلون. الآية دي ممكن نشوفها بمفهوم آخر. واحد، إذا كان الباب الرب يسوع بيتكلم عن نفسه يقول أنا هو باب الخراف، فإذا كان الرب هو الباب، هل ممكن يبقى قرب وضيق؟ ولا إحنا عايزين نفهمها أحسن شوية؟ خليني أخدها من الإنجليش. هو معنى كده أنه أكيد في فهم تاني. فهم تاني، خليني أشوفها بالإنجليزي وأشوفها بمعنى تاني. بيقول الكلمتين ستريت ونارو، ضيق وقرب. في المعنى اليوناني اللي كتب بيه الكتاب استريت، تتكلم على المعبر اللي ما بين بحر ومثل محيط، زي مضيق جبل طارق. هو صحيح ضيق ده من زاوية، لكن بيربط ما بين حاجتين، مضيق هرمز أو مضيق كذا بيتقال عليه مضيق، بس بيربط ما بين حاجتين، بحر مهما كان غير المحيط. فنقدر نشوف ان هو ضيق، ونقدر نشوف ان هو معبر. يعني أي بيت كبير بيبقى له باب صغير، ما بيبقاش الباب حال حجم البيت، صح؟ طبعا. صح. ممكن نبص الباب إن هو ضيق، ودي حقيقة، وممكن نشوف إن هو معبر من مكان لمكان. يعني ما نركزش على فكرة الضيق والكرب، لأن مش ده بس الوصف بتاع الأبواب بتاعت ملكوت السماوات. خليني أخد من سفر الرؤيا وصف ملكوت السماوات، يقول الكتاب المقدس إيه؟ والإثنى عشر بابا إثنى عشر لؤلؤة. بيتكلم ان ملكوت السماوات ليها 12 باب. طب لو ربنا اصلا عايز يضايق الدنيا يخليها ليه 12 باب؟ وبعدين مواصفات الباب. الابواب دي كانت موجوده في اسوار، ارتفاع السور 144 ذراع. فواحد بتاع مدني كده انا سالته قال يعني الباب يطلع له 60 65 متر ارتفاع
وفي نسبة عندهم قال لك أن عرض الباب ممكن يبقى في حدود 30 متر علاقة بارتفاع السور ومساحات الأبواب. 30 متر الباب الواحد. فأنا قلت أقعد أتسلى كده وأشوف كم واحد ممكن يدخل في الباب ده، باب الواحد. فإذا اعتبرنا مثلا متوسط عرض البني آدم كبير صغير شباب كبار 50 سنتي، وده حوالي 30 متر، يعني ممكن 60 واحد ممكن يعدوا ده في وقت واحد في 5 ثواني اللي هي الزمن بتاع الدخول. ولو قلنا 60 دول اللي عدوا في باب واحد يبقى في 12 باب، يبقى عندنا 720 واحد، ده في 5 ثواني. طب في الساعه قد ايه؟ ممكن لما ضربتها لقيت انه يطلع حوالي نص مليون. طب في اليوم قد ايه؟ 12 مليون. طب في السنه قد ايه؟ 4.5 مليار. فمش معقول الله اللي موسع الابواب دي كلها يبقى قصده يزنقها عليا. طب ايه التفسير؟ طب ما الايه كتبت ليه تفسير بالذات انه يعني حتى لو قلنا انه الباب ده يصبح قلت انه معبر من مكان لمكان او الطريق كرب، لكن في الجزء الاخير انه قليلون هم الذين يجدون. تمام. اللي هنقوله في الجانب ده هقوله عن ابونا تدرس يعقوب لما تامل في الايه دي، وقال الباب ضيق هو باب الملكوت الذي لا يدخله الا رب الملكوت، الرب يسوع هيدخل، الذي بلا خطيه وحده. ودي مفتاح للموضوع. الطريق كرب ليس إلا بصليبه الذي لا يمكن لأحد يعبر سوى المصلوب. يعني الباب ده كرب وضيق على المسيح الرب يسوع اللي هو هيدخل. لهذا لن ننعم بالدخول من الباب الضيق ولا السير في الطريق الكرب، خلاص الدنيا قفل، إلا باختفائنا في يسوع المسيح المصلوب وثبوتنا فيه. بهذا يتحول الكرب والضيق إلى بهجة واتحاد مع الرب. يعني أي واحد عايز يدخل الملكوت من غير الباب ده اللي هو المسيح، او ان يخش جوه المسيح، حس العمليه دي صعبه قوي. وانا هدخل جوه ازاي؟ ده سؤال مهم. بس يعني هدخل جوه ازاي؟ بس انا عايزه ارجع تاني لقليلون هم الذين يجدون. وهل لانه الفكره دي مش واضحه لكثيرين او صعبه على كثيرين، ليه قليلون هم الذين يجدون؟ الحقيقه لما بتبصي على اختيارات الله غير اختيارات الناس، اختيارات الله يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون كأب سماوي، وظهرت في تصميم أورشليم السماوية والأبواب المتسعة وتعالوا إلي جميع المتعبين، ده موقف الله. لكن تشوفي موقف الإنسان دايما قليلون من يجدون التميز في أي شيء. يعني هو مش كل الطلبة نفسها تبقى كويسة؟ مين اللي بيهتم إنه يذاكر ويطلع كويس؟ مش كل الناس تأمن إنها تبقى ناجحة؟ مين اللي بيهتم ويبقى ناجح؟ فواضح ان الانسان دي طبيعه الانسان مش موقف الله، يعني في اختلافين. انه بطبيعته لا يبحث عن التميز الا بحث يعني ايه خفيف كده. لكن في اي مجال مثلا في الطب المتميزون قليلون، مش كده؟ في النجاح المتميزون قليلون. فده موقف الانسان مش موقف الله، وده مختلفين. يعني في مره حد من الشباب قالها لي كده بطريقه مباشره كعاده الشباب، قال هو ربنا لو كان عايزنا كان يخلي الباب ضيق، هو كده اصلا مش عايزنا. طبعا الصراحه الزائده دي لا، موقف هو الله مش كده. موقف الله احنا فاهمين ده مش موقف ده الله، موقف لكن ده موقف باستمرار. الانسان اللي ممكن مش كتير بيتجاوب مع الباب اللي تقدم من خلال يسوع بقى خلاص متاح بالظبط. طيب بس خليني واحيانا بيخطئ الاسلوب، وعشان كده احنا بنوضح الدنيا عشان الموضوع ما يبقاش صعب يعني. طيب بس انا عايزه ارجع قبل ما تكملي يا سامي بعد اذنك، عايزه ارجع للايه المفتاحيه بتاعه النهارده، إن افرحوا بالحري إن أسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. عايزة بس أقول إنه إحنا أنا مش عايزة الآية دي تروح مني في الأول، إن عايزين نقول دي الفرحة المتقدمة لينا النهاردة. دي الفرحة الكبيرة ودي الفرحة الكبيرة النهاردة. فرحة العمر كله. أمين. دي بداية النهاردة. طيب اللي مش عايزين ولا حاجة تعطلنا أو تنسيها لنا أو تعطلنا أو تضيعها مننا أو تضيعها مننا. صح. طيب أمين. عايزة أجيب كلنا مكتوب أسامينا أيا كان. هنشوف هنقرا مع بعض، بس خليني برضو اخد مثل سريع كده. تعرفين الخصي الحبشي اللي اتكلمنا عنه قبل كده والرب اداله كلمه خلاص على فم فيلبس، يقول الكتاب المقدس ولما صعد من ماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي الحبشي او الخصي اهله. طبعا قال له ما كانوا هداي الراجل اللي كان بيكلمني عن ربنا هو مشي. طب ربنا خده ليه؟ طب يسيبني في الوقت ده؟ طب انا هسافر لوحدي؟ يقول الكتاب وذهب في طريقه لسه متعمد وخارج، يعني متعمد لسه مش عارف حاجات كتير. لكن المفاجاه يقول الكتاب وذهب في طريقه فرحان. فرحه الخلاص الاولى اللي الكنيسه بتتكلم عنها في يوم خميس العهد وتاسيسه، بتقول هذا اليوم هو فرحه الخلاص.
الإنسان أول ما بياخد خطوة مع الله وبيسلم حياته للرب وبيحس إن أبديته اسمه اتكتب في ملكوت السماوات بيفرح فرحة غامرة، ذهب في طريقه فرح رغم معهوش حد، ما فيش أي حد يكلمه، ما فيش حد هيكمل معاه، طب هيعمل إيه؟ ده أنا مسافر بلد بعيدة، طب هتصرف إزاي؟ في فرحة فعلا كل واحد سلم حياته لربنا واتأكد من أبديته موجود اسمه فيها بتبقى جوا فرحة غامرة وتستمر معاه الفرحة سنين وأيام كتير. أحكي حد من الخادمات بعتلي بيقول أنا يوم ما سلمت حياتي لربنا كان يوم 16/2 سنة 76 بالتاريخ، ليلة ليلة لا تنسى في حياتي، بتقول ليلة دموعي فيها ما انتهتش ما بين الفرح وما بين التوبة. أحب أقول بعد بتقول كنت فرحان قوي بأن ربنا حبني وافتقدني وقبلني أنا بالذات، كنت شايف امتياز عظيم أنه اختارني وأنا وحشة قوي خاطية قوي وكل قباحة لكن اخترتي. يقول ساعتها شعرت بقيمتي وغلاوته عنده، فرحة الخلاص الأولى غمرتني وغطت كل حزن بسبب الخطية، امتزجت دموع الفرح بدموع التوبة. عمري ما هنسى الليلة دي أبدا يوم 16/2 سنة 76. أعتقد ده اختبار كتير عاش فيه وتمتع فيه كتير قوي قوي من الناس، وأنا نفسي إن إحنا كلنا ناخد الفرحة دي. أمين. إني أخد في وقت قرار إنه يا رب أنا عايز أرجع لك، إنه أنا عايز أتوب وعايز زي ما القديسين بيعلمونا إنه التوبة هي تغيير اتجاه، إنه أنا كنت ماشي في سكة وبمشي في سكة تانية. تمام. ده اللي حضرتك تقصده؟ بس أنا عايز أوضح فيه اشتباك شوية برضو حد من الشباب لأنهم عندهم صراحة بستفيد منهم. قال لي هو تفتكر إن في حد داخلها طريقة الشباب؟ قلت له ليه؟ زي ما حد في البرومو قال أنا رايح الجحيم وش. أنا بس عايز أقول لحضرتك بس حاجة صغيرة على الجملة دي. حد كان قال الجملة دي إنه شخص يعني شاب قال كده أنا رايح الجحيم وش بضحك كده، بس بيقول نفس الشخص ده نفس الشاب ده حد قريب لي توفى، يقول في اليوم ده أنا شفت الرعب في عينيه. يعني أحيانا ممكن شباب يكونوا بياخدوا موضوع شوية بهزار لكن وقت الجد بيبقى فيه خوف. بس أنا الحقيقة بحترم صراحتهم. قال لي بص، وقعد يعدد لي ضيق الباب وكرب الطريق ولازم تعمل ولازم تبطل ولازم تكون ولازم تكون إلا مش داخل، برد مش هدخل غير لو كنت 100% فمش عارفة أجيب 100%. فرد الشباب قال إيه؟ قال خلاص بقى يعني زي بيكون استسلام. خليني أحدد الموضوع وأميزه وأفصصه كده عشان ميبقاش إيه مشتبك، لأن لو قصادي 50 شرط عادة مش هعمل حاجة هرتبك يعني. فنبسط الموضوع نقول دخول الملكوت ده موضوع وما كنت في الملكوت ده موضوع تاني، نبسطها أكتر. دلوقتي أنا هنا في مصر في نظام اسمه ثانوية عامة أو في أي حتة في العالم لازم أنجح وأجيب مجموع أو مشارتين. افترض أني جبت في 6 مواد نمر كويسة جدا وجبت 3-4 مواد نمر وحشة سقطت فيهم، أعرف أتقدم لكلية؟ لا خلاص طبعا. يبقى إذن النجاح أني ممكن أدخل الكليات والمجموع هختار فيه الكلية، يبقى في حاجة اسمها المكان وفي حاجة اسمها المكانة. في حاجة أنا دخلت ملكوت السماوات واسمي اتكتب، طب مكانتي فين؟ في نجم يفترق عن نجم. دي واضحة؟ عايز أعبرها بسرعة. قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول إيه؟ بيقول وإذا كان الجميع سيكونوا في ملكوت الله لكن لا يتمتع الجميع بذات المكافأة. دي حتة لازم تبقى واضحة. يبقى إذن في بنسميها أحيانا الأكاليل، إنه ممكن في أكاليل المكانة الأكاليل المجد نجمع يفترق عن المجد، كل ده ليه متطلبات بس مش دي متطلبات الدخول. لو حطيت متطلبات الدخول على متطلبات المكانة مع بعض يمكن أتعقد وما أعملش حاجة. فخلينا نفك الاشتباك يعني. طب إيه متطلبات الدخول؟ حاضر، بس أنا عايز أوضح متطلبات الدخول ذكرها سفر الرؤيا بمنتهى الوضوح وقال كده على مدينة أورشليم السماوية أو ملكوت السماوات لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا. يبقى هو هنا بيتكلم على إيه؟ على الأمور السلبية اللي موجودة الخطية بمشتملاتها، مش بيتكلم يعني على البر ولا بيتكلم على أعمال الخير ولا الخدمة ولا الأعمال الحلوة، بيتكلم بس إن الخطية يتحل مشكلتها. يعني ما فيش دخول لملكوت السماوات بأي خطية. بأي خطية. طيب صعب كده. صعب. طيب المشكلة إيه؟ إن المفروض اللي يدخل ملكوت السماوات ده كمان أصعبها شوية، إنه ما يبقاش عمل ولا خطية واحدة،
كده مفيش امل. مفيش امل. واحنا بنقول يعني في القداس وليس احد بلا خطيه ولو كان يوم ولو كانت حياته يوم واحد على الارض. بس ده هتكلم عليه. لكن عايز اقول الكتاب المقدس طب يقول من ناحيه ثانيه الجميع زوا وفسدوا معه. طب ايه؟ اصبح فيه اكتر من حل بيقدم. اول حل انا عشان اعبر الكلام كله، اول حل كان بيقدم اللي هو ايه؟ الناموس، اعمال الناموس. يبقى في ثلاث حاجات الانسان حاول بيها يحل مشكله الخطيه عشان يطهر. بس عايز اركز برضو مع حضراتكم مع الساده المشاهدين ان مشكله الدخون مرتبطه بالشيء السلبي اللي عملته، مش بالشيء الايجابي اللي مطلوب منه. يعني احب واسامح واقدم، ده حاجات ايجابيه، مش عايزه. لكن كذبت، شتمت، حلفت، دي حاجات سلبيه. واضح؟ عشان ما نخلطش بين الاثنين. في ثلاث طرق البشر بيعملوهم عشان يحلوا مشكله الخطيه. ليه كل الناس غلطت هو واحد بس اللي ما غلطش؟ طب عملوا ايه؟ اول حاجه بر اعمال الناموس اللي هو التكفير او الكفرة. يقول لناه في يوم يكفر عنكم لتطهركم من جميع خطاياكم. يقدم ذبيحة، يروح الشخص الخاطئ يحط يده على رأس الذبيحة، يقر بخطيته، الكاهن يذبح هذه الذبيحة وينضح بالدم ويقول له خلاص يا ابني ايه حصل، ايه غطينا على الخطية. طيب الحكاية دي نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت انها تؤجل ولا تحل، لانها كان كل الذبايح دي ذبايح حيوانية ما بتستطيعش تشيل الخطية. لكن على اساس انه للمسيح. مشكلة كمان ان ولا واحد فيهم قدر ياخد نمرة 100%. احسن واحد يوحنا المعمدان اللي هو اعظم مواليد النساء، خد 99.9 داير. ليه؟ لانه اكيد غلط له غلطة وملحقش يروح قبل ما يستشهد ويقدم الذبيحة، كان في السجن. طب هيعمل ايه؟ هيطلع من السجن، مفيش خطية تتغفر غير بالذبيحة اهو. فاذا الناموس وقف عاجز لفكرتين، ان المحدوديه الذبيحه انا ببسط الكلام عشان يبقى كلام بسيط، وحتميه حدوثها. لكن انا النهارده في العهد الجديد ليا امتياز اخر. تمام، ودي معروفه. بس في حاجه تانية الانسان عملها مش بمشوره الله، اللي هي ان في اعمال صالحه بيعملها واعمال تقوى بيعملها عشان يعادل بها الخطيه. تاثرنا بديانات اخرى ان الحسنات تذهب السيئات. أنا غلطت وعملت كذا، طيب أنا أروح أعش فقير، طيب أنا أساعد واحد محتاج، طيب أنا أعمل عمل كويس. ليه؟ إن ده يلغي ده. دي مش فكرة عندنا خالص، ولكن كتير مننا بيتبناها بس بشكل مستمر، مش غير ما ناخد بالنا في الغير. يا رب أنا بخدمك، يا رب أنا بقدم خير كتير، أنا بحتمل زوجتي، أنا بحتمل مراتي، أنا بحتمل حماتي، أنا بحتمل أولادي. أو حتى ممارسات روحية يعني أزود شوية عليا، أزود شوية عليها أو فيها ممكن عشان يبقى فيه كلام، عشان أعمل حاجات كويسة ألغي بيها الحاجات الوحشة. طب يعني على الأقل أنا أحسن من غيري. أيوة أحسن من غيرك، مش بننكر، بس هي 100%. اللي جاب يعني مثلا كلية الطب هنا في مصر مثلا بتاخد 98، حضرتك جايبه 97 وانا جايب بس 90، مش انت احسن مني؟ هل هتدخلي كليه الطب؟ دكتوره ايناس متفوقه جايبه 97.5، مش هتدخل. طب اللي جايب 50 ما هو برضه مش هيدخل. بس كده يبقى تساوينا في جانب معين تساوينا، لكن في جوانب اخرى ما تساويناش. لكن في الدخول لا تساوينا. احنا الشروط عندنا الدخول في الكليه دي مينيموم كذا، اللي اقل بدرجه مش بيطلع، طب بدرجتين مش بيطلع، طب ثلاثه مش بيطلع، لان في مينيمم لازم ندخل عليه. طيب يعني احنا كنا اتفقنا انه دخول ملكوت السماوات هو انه مفيش خطيه. يعني مش خلينا نتكلم لازم إنه نحل مشكله الخطيه. لازم نحل مشكله الخطيه. طب يعني ايه زي اللي كانت بتقول انه الذين فعلوا السيئات، مش فاكره الحقيقه نص الايه، بس بيقوموا الى قيامه الدينونه، والذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه، اعتقد في حاجه كده. فاعتقد دي بتاكد نفس الكلام، يعني كون انه الذين فعلوا الصالحات هم اللي داخلين او هيدخلوا في قيامه الحياه. لا، ده لانه الايه مش الايه مش بالظبط كده. لكن المفهوم الصحيح انه دخول ملكوت السماوات بيعتمد على التبرير. انا مش عايز في حاجات بس عشان الايه دي محفوظه. لا، التبرير باختصار يعني انت ما عليكش خطيه، تخش. سوري، الايه ما عليكش خطيه، مفيش عليك خطيه، بررتك، مسحت، لغيت اللي عليك، تدخل.
طيب بعد كده هتبقى مكانك بقى فين؟ ده وضع تاني خالص. بس لازم نفك الاشتباك ده، لان زي ما بقول لك لو قلت ده مع ده مع ده في الاخر لا هدخل ولا هيبقى لي مكانه من كتر ما الدنيا اتكركبت قصاد. بس على الاقل الجزء الاولاني واضح انه ادينا فعلوا السيئات زي ما انا قلت كده، لن يدخلها لا نجس ولا دنس، ولكن مكتوبين في سفر الحياه وهشرح. زي مثلا الفريسي، الفريسي عمل ايه؟ وقف يصلي في قلبه، يا رب انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناه ولا مثل هذا العشار. احنا دايما بنبص له بصه وحشه، بس هو اللي بيقولوا دي حقائق مش كذاب فيه. انا احسن من غيري، احسن من غيري، اصوم مرتين في الاسبوع، وهنا بيتكلم على اعمال التقوى. الصيام والصلاه دي اسمها اعمال التقوى، واعشر كل ماله، دي اعمال الصلاح، بعمل حاجات حلوه، وبالتالي انا ناسي اقول لك سامحني، انا ناسي اعدي على الكاهن واحط ايدي ما انا كويس، يعني انا عملت حاجات كويسه تغطي على الحاجات الوحشه. زي ما اكون في الشغل مفيد ومنجز وبتاع، عملت غلط اقول له يا راجل انت هتركز على الغلط، الحاجه الحلوه دي تغطي على دي. ده المفهوم اللي انا بتحرك بيه، وده اللي مفهوم احيانا نتاوه مني يا اما تغطي يعني اما تغطي عليه، يا اما ابص الاقي ان انا مش زي هذا العشار، او ان انا احسن من غيري فبعدل نفسي، فناسي احتياجي الحتمي لمغفره خطاياي لاني افعل امور جيده. والايه بقى تقول ايه؟ اما هذا فنزل الى بيته مبررا، اللي هو الراجل اللي عامل كل الحاجات الوحشه، بس قال له ارحمني انا الخاطئ. هل هنا في عدل في المثل ده؟ حاسه بس ان الراجل اللي عمل حاجات وحشه كان عنده حاجات كتير، بس انا العادي يعني مش بعمل حاجه زياده، يعني بعمل كله كويس، والعادي يعني غلطات بسيطه. ايوه بس الغلطات البسيطه والغلطات الكبيسه زي كلها تعتبر كسر الوسيط. الله، الكتاب المقدس بيقول ايه؟ انه اذا كان الواحد عمل كل الوصايا واخطا في واحده فقد اخطا في الكل، لان هي فكره كسر الوصيه. فاهمه ازاي؟ فالله لانه قدوس قرر ان ملكوت السماوات يدخلها الناس اللي كل خطاياهم تم مغفرته. دي صعبه وليها حل، هنشوفه في نمره 3. بس انا عندي فيلم كده، ما اعرفش اذا كان في الكنترول موجود ولا لا، على فكره ان الحاجات الكويسه تشيل الحاجات الوحشه، الحسنات تذهب السيئات. أعتقد إحنا ممكن نشوف الفيلم دلوقتي، نشوف مع بعض الفيلم نرجع نكمل حلقتنا. إيه أهمية الفداء؟ ما هو الله بيسامحنا، والأعمال الصالحة تمحي السيئات. إحنا بنؤمن إن الغفران مش بالبساطة دي. الله قال إن أجرة الخطية موت، وده قانون بينفذ نفسه، يعني الخطية نتيجتها الطبيعية موت، زي لما واحد بيقع من ارتفاع عالي محدش بيموته، لكن نتيجة للي عمله بيموت. مينفعش يعترض ويقول إن الله موته. الله عادل، والقوانين اللي قالها بيحترمها. في حياتنا العادية لو حد قتل وقال أنا غلطت مش هعمل كده تاني، ينفع نسيبه؟ لازم القاضي يحكم عليه بالعدل. ما ينفعش يكون عدل إنه يعمل حاجة كويسة قصاد القتل، يعني مثلاً يدي صدقة قصاد كل واحد يقتله، لأنه معنى كده إن اللي عنده فلوس ويقدر يدفع براحته هيقتل كمان براحته. هل ده عدل؟ إحنا بنؤمن إن الخطية لازم يدفع تمنها موت مش أعمال صالحة، علشان كده كان لازم الفداء. رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيلم القصير ده، وبنفكر حضراتكم انه منتظرين اسئلتكم ومشاركتكم لينا في موضوع الحلقه على الارقام اللي هتظهر امام حضراتكم على الشاشه، وكمان متواصلين معاكم على صفحه الفيسبوك قناه الحريه. سامي، ايه رايك في الفيلم؟ هو فيلم جميل الحقيقه، وبيقول كده انه ما فيش امل وما فيش رجاء وما فيش اي حاجه خالص الا لو رحت سكه الفدا، لانه ده السكه الوحيده، لانه ولا خطيئة صغننة هينفع ادخل بيها. وقالت ما هو مفيش، هو حتى لو قلنا حتى اي لو حاجة عملت حاجة حلوة مفيش امل فيها برضه. مفيش حاجة مفيش حاجة بتنفع، مفيش حاجة تصلح. مفيش حاجة تصلح، فهو كده مفيش غير سكة واحدة وامل واحد، وعايزين نروح له الصراحة. طيب عايز اقول آية بتقول ايه؟ لأنه من حافظ كل الناموس، مش كده؟ وعصر في واحدة فقط، فقد صار مجرما في الكل. خلي بالك من مجرمة.
يعني مش خاطي. يعني احنا بنبسط الموضوع ونقول ده حاجات بسيطة هقراها مرة تاني، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عصر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. عشان كده أنا لازم أكف عن محاولة تغطية أخطائي بأعمال كويسة. أعمال كويسة مهمة وضرورية، بس من فضلك ما تحطهاش علشان تغطي بيها أخطائك، لأنها لا تستطيع أن تفعل هذا. أنا عايز أرجع تاني الفكرة اللي قلتها عشان لأنها وضحت الدنيا شوية، إن فرق بين النجاح والتفوق. صح. فإحنا النهاردة بنتكلم على النجاح اللي هي زي ما بنقول في الإنجليزي كده باس. بالظبط. إن إحنا نعدي من الأرض هنا للسماء. بس هو المشكلة إن الامتحان من 100% مش من 50% زي هنا. طيب هنعمل إيه في مسائل غلطنا فيها؟ ده بقى الحل التالت. يبقى إحنا كان عندنا 3 حلول للإنسان. أول حاجة بر أعمال الناموس. بعدين بر الحسنات التي تذهب السيئات، وده اصلا مش من فكر الله. والاولاني كان وضع مؤقت وبرضه ما نفعش. الثاني ده حل اقترحه الانسان عشان يحل المشكله، مش عارف يعمل ايه، وده اللي وقع فيه ابونا ايوب، وقصه من اولها لاخرها اللي احنا اتعلمناها كتير. وده كان بيقول عليه قداسه البابا شنوده، ان ابونا ايوب يقول هو في دفاعه وقع في الافتخار والبر الذاتي وفي عتاب شديد مع الله. يعني دخل فين؟ في سكة. أيوة. بيقول الكتاب تستذنبني لكي ما تتبرر أنت. فالحل التاني طلع أنه إيه؟ مش معقول، مش نافع. طب الكنيسة بتعلمنا حاجة بتقولها كده سرا، بتقول في صلاة الصلح بتاعت القديس يوحنا، هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الخروف فروحي والسكين فنطقية غير جسمية. بيتكلم على معنى تاني، أن بر الجسد مش هيقدر يعمل حاجة. طيب نعمل ايه بقى؟ عندنا الحل نمرة 3، حاجة اسمها بر الإيمان. يبقى إذا بر أعمال الناموس أو بر أعمالي اللي بياخد شقين، ما الأعمال هم أو 4 أنواع من الأعمال. يا إما أعمال الناموس، يا إما أعمال التقوى، أنا إنسان بمشي مظبوط وأصوم وأصلي، يا إما أعمال الصلاح اللي هو الخير والرحمة والعطاء. أيوه. وكله، يا إما في حاجة جديدة اسمها أعمال الإيمان. ودي اللي بتشتغل في موضوع بر الإيمان. يقول الكتاب المقدس عليها كده ايه؟ اما البر الذي بالايمان فيقول هكذا. لا، البر الذي بالايمان. لا تقل في قلبك من يصعد او من ينزل، بل ايه؟ لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت. ايه فكره الايمان؟ الايمان ان في بدل، زي ما بنصلي في الكنيسه، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. او الكتاب بيقول ايه؟ بيقول انه جعل الذي لم يفعل خطية خطية من أجلنا. يعني في واحد بالإيمان. يعني إيه بالإيمان؟ يعني صدق. بالتصديق. يعني إيه بالتصديق؟ أنا بعايز أبسط الموضوع. يعني جه ودخلي في السجن وقال لي أنت أخبارك إيه؟ قلت له أنت شايف لابس البدلة الحمراء ومحكوم عليا بالإعدام. قال لي طب شايف البدلة بتاعتي؟ قلت له جميلة قوي. قال ممكن نبدل مع بعض؟ قلت له مش ممكن تعمل كده. قال لي لا، أنا جاي عشان كده. إحنا شكلنا زي بعض وغيرنا هدومنا واحنا طالعين محدش هياخد باله. قلت له انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ قال انا جاي عشان كده. قلت له هيعدموك؟ قال لي انا قابل. هيموتوك؟ انا قابل. هيعذبوك؟ انا قابل. انا اللي استاهل، انا اللي عملت. أنا انت اللي ما لغت. عملتش حاجه، انت قديس، انت ما عملتش حاجه. قال لي اسمع، انا اقدر انقذك بس انت ما تقدرش تنقذ نفسك. المهم بعد محاولات وافقنا ولبس البدله الحمراء بتاعتي وانا لبست البدله الجميله، ورحت طالع من السجن ومسلم على كل الناس وانا طالع. وتاني يوم الرجل العظيم ده قدموه للموت. ده اللي انا بصدقه، ده مش حاجه قصه رمزيه سمعناها في مدارس الاحد، ده قصه فعليه، ان عداله الله وجدت ان حد لابس هدومي ولابس البدله الحمراء وبيتقدم للموت وقال انا اللي مسؤول، انا اللي هشيل. طيب ليه ربنا قدم الأمر ده؟ لأنه لا يمكن أي إنسان يقدر يجيبها كده 100%. دي صعبة جدا جدا. 100% دي لأنه المية في المية لأن أنا بقيت لابس لبسه، ولا 100% لأنه هو لما مات على الصليب محى كله أجرة الخطية، موت، فشال الموت، فأصبح الخطية دي حصل لها إيه؟ محو، تتمحي، لا تذكر، لا ترى، مش تتغطى مؤقتا زي كافورا ولا حاجة قصاد حاجة ودي مرفوضة. لا، ده حل ان الخطية تم محوها. ليه؟ واحد تاني شالها وخد عقوبتها كاملة.
فأصبح في حل عملي. الناس بتقول الأعمال أحسن من الإيمان. في الموقف ده أعمال هعمل إيه؟ في الموقف ده إيه اللي أقدر أعمله؟ أنا مجرم دلوقتي، هتعمل إيه طيب أنت؟ مجرم علي عقوبة موت ومثبتة. وقول لي بقى هتعمل إيه؟ هعمل 50 حاجة كويسة مش هتلغي. أنا راجل كويس وعملت إحسانات في البلد بتاعتي كتيرة قوي، وفي لحظة مزايقة مع حد ضربته بالنار، أخش السجن ولا مش هخش؟ يا جماعة ما أنا عملت حاجات كويسة كتير. لا مش هينفع، دي ملهاش دعوة بدي. لا تستطيع الحسنات أن تلغي السيئات. ليه؟ لأن ده أمر تم ضد الإنسان وضد نفسه وضد الله. فده اللي هو نوع بقى إيه؟ بر الإيمان. بر الإيمان ده هو ده الحل الوحيد اللي يقدر يضمن لي إن لما أغلط ولما غلط وإذا غلطت لا قدر الله عندي حل الخطية دي تتمحي، فأصبح ناجح ويصبح لي اسم في ملكوت السماوات. طيب أتمتع بقى ببر الإيمان ده إزاي؟ ليا خطوة أولى، ليا خطوة أولى وخطوة مهمة جدا اللي قداسة البابا قالها. أنت ابن، الباسبور بتاعي مكتوب عليه أنت ابن. إيه الفكر اللاهوتي العميق؟ عايز أبسطه بشوية. هو أنا إيه سبب آدم وولاده أنهم يطردوا؟ آدم أخطأ بس. طيب وولاده مالهم؟ قال لك ورثوها مش كده؟ شربوها. ما هو بخطية الواحد صار كثيرون إيه؟ خطى. أنا أي ابن بيورث أبوه. طيب أنت عايز تعمل إيه دلوقتي؟ أنا مش عايز أبقى وارث للراجل ده اللي كانت خطيته سبب في طردي. طب أنا عايز أنتسب لأب تاني اللي سبب بره يقدر يدخلني. بخطية واحد صار كثيرون خطاه، وببر واحد صار كثيرون أبرار. أنا ده اللي عايزه يحصل في حياتي. ثواني بقى، يعني إحنا معنا مشاركة بس أنا بس عايزة أتأكد أني فهمت بس الجزء ده صح. يعني أنا ما كانش ليا اختيار أن أنا اتولدت من آدم، لكن أنا ليا الاختيار والقرار أنه وعندي الفرصة أني أروح لله وأقول له رب أنا عايزة أنتسب ليك، والورث اللي خدته من آدم ده أنا عايزة خلاص ده اتشال عني في الصليب، أنا عايزة أكون وارث ليك أنت ابن. وبما ابن هورث، هكون ابنك، وبما أني ابن فأنا وارث. أول ميراث ليا أن أنت فين دلوقتي؟ في الملكوت، أنا تبعك، أنا وارث ليك. زي ما يكون واحد ابن واحد مثلا مصري هيطلع مصري مع الجنسية المصرية، ابن واحد في أمريكا هيبقى واحد معه لو معاه الجنسية ويتولد فيها ياخد الجنسية دي. فأنا ليه جنسية سماوية، ليه باسبور سماوي، ليه باسبور سماوي وليه إقامة في بيت أبويا. بالظبط، وبيت أبويا هو في السماء. تمام، فخلاص وصلنا. وصلنا. طب ناخد المشاركة معانا مدام نادية من اسكندرية. ألو ألو ألو، اتفضلي. أهلا يا دكتورة إيناس، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، أهلا بيكي. الو حضرتك على الهوا، سامعينك، اتفضلي. باشمهندس انس، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. انا كنت عايزه اسئله كده بس النهارده باشمهندس انس الحقيقه قال كلام خطير، فانا يعني مش عارفه ابتدي ازاي. بس انا بقول انه اللبس التائب ده داخل ازاي الملكوت؟ يعني ما هو داخل لما شاف رب المجد والرب ظهر له بصفه شخصيه يعني، وهو تاب، وفي اللحظه دي الرب سمح له ان هو يكون معاه في الفردوس. ايوه. فاذا كانت انا امنت بالرب يسوع، واذا كان انا عشت حياه التقوى وانا على الارض، يعني انا مش هكون قديسه ولا هقدر اعمل اي حاجه 100%، بس انا معتمده على دم المسيح اللي هو سمح لي ان انا يكون ليا مكان معاه في السماء. امين امين. يعني انا مش عارفه بقى اذا كان ده كلام مظبوط ولا مش مظبوط، بس انا مش عارفه يعني، عشان احنا عايشين في العالم برضه، والدنيا دي بقت متلهمه قوي، ولازم الغلطات بتيجي، يعني حد يضايق، حد يغش الواحد، حد يكذب على واحد، حد كده. طيب يعني خليني افهم من حضرتك اكتر. يعني احنا كده في سؤال اكتر ما هي مشاركه، حضرتك بتسالي يعني ازاي انه انا عندي ثقه في دم المسيح، لكن في نفس الوقت الدنيا صعبه والواحد الخطيه محوطاه من كل ناحيه. انا كده فاهمه السؤال صح؟ ايوه
لا انا عايزه اقول انه انا داخله على حساب دم المسيح، بس في شرط هنا. ايوه. ان انا اكون عايشه حياه التقوى برضه على الارض بالرقه فيها صعوبات. يعني انا مش في المانيا مثلا ولا قاعده بتعبد لربنا بس وانا سايبه العالم كله، بالعكس ده انا في وسط العالم. فاهمة حضرتك. كله شر وشر. وصل سؤال حضرتك، نشكرك جدا على مشاركتك، وهنسأل هنسمع دلوقتي مهندس ألفريد، نشكرك جدا على المشاركة. هجاوب على موضوع اللص اللي هي أثرت ليه. مشكلة اللص إيه؟ مشكلة اللص إن في ثلاث أعداد عمل حاجات عظيمة أو قدم حاجات عظيمة. ممكن أنا طلعت الإجابة بس بتاعته. بيقول في أجاب الآخر وانتهروا قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محل. هو عمل إيه دلوقتي؟ هو آمن بالشخص اللي موجود ده وصدق النبار، وفي نفس الوقت اعترف بغلطه وقدم توبة علنية. أنا بعدل، رغم أن الطبيعي أن أي إنسان بيعملوا له أي نوع من أنواع الأحكام بيقول لك ده ظلم، وليه يعني ما في ناس تانية بتسرق كتير وأنا اللي سرقت بس يموتوني ليه؟ طب يسجنوني. ده اللي بنسمعه. فلما يقول أما نحن فبعدل لأننا نلال استحقاق ما فعلنا، فالراجل ده توبته توبة صادقة وواضحة. وبعد كده قدم حاجة جميلة قوي، ثم قال يسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. إيمان بيسوع وهو ملك وهو في وضع ما فيهوش بيعمل معجزة أو بيعمل حاجة عظيمة. فالراجل ده قدم إيمان وقدم توبة واضحة وقدم اعتراف بعمل المسيح أنه لم يفعل شيء في محله. حضرتك قبل كده كنت قلت لنا ان التوبه الاسفل الاعتراف مزدوج. اعتراف مزدوج بالزبط. انا بعترف بخطيتي وبعترف ببر يسوع بالظبط. وبعد كده الايمان العظيم اللي جواه، لما انت حرامي وانت سارق وانت حالتك كده تقول له اذكرني يا رب اذا جئت في ملكوتك، جبت الايمان ده منين يا راجل؟ يا راجل حرام عليك، انت جبت الثقه دي منين؟ ازاي يبص لك اصلا؟ ده قدوس، ده بار، الملكوت ده زي ما قلنا ده للقديسين. جاب منين الايمان؟ انه شاف حب، شاف حب وشخص ومعرفه فرقت كتير في المعنى اللي جواه. الشخص ده بتقول عمل ايه؟ هو ما عملش حاجه كاعمال رحمه او كاعمال تقوى ولا اعمال صالحه، لا، لكن عمل الايمان اهو. لما صدق قال، ولما صدق اعترف، ولما صدق تاب، ولما صدق قال للمسيح انا هاجي لك واستناني اديني مكان. وده اللي كان متاح لي في لحظات قليله هو متعلق فيها على الصليب. وبيني وبينك ده اللي متاح لينا في موضوع الدخول. لا اعمال التقوى ولا اعمال الصلاح هتفيدنا لو ما فيش الغاء لهذا الخطيه بالتوبه والاعتراف. فده امر لازم نفصل ما بينه. تمام. هي برضو اختنا بتقول الاعمال دلوقتي مش قد كده، اعمالك وخدمتك وتقواكي، يعني صلاه، يعني صلاه، صوم، هي عباده. احنا مش قادرين، احنا مش هنعبد ربنا طول الوقت. صعبة. احنا انا بس عايز افك الاشتباك شويه، فعايز اعيد الكلمه كذا مره، ان في فرق حاجه اسمها اعمال التقوى، صوم، صلاه، عباده، نسك، ده كل دي اعمال التقوى. وفي اعمال الصلاح، خدمه وحب وعطاء، دي للاخر ودي لنفسي وعبادتي لله. الاثنين دول رائعين ومهمين جدا جدا جدا، بس ما لهمش اي علاقه بخطاياي. دول ليهم علاقة بمكانتي، وما ينفعش دول يلغوا دي. دي لازم الأمور دي تبقى واضحة في عينينا زي الشمس. يعني ما ينفعش إن الأعمال الحلوة سواء التقوى اللي هي في بخت على الصلاة أو أعمال الصلاح اللي هي مع الناس أعتبر إن دي ممكن تلغي دي. مفيش حاجة بتلغي حاجة. طيب مفيش حاجة بتلغي حاجة، لكن الأعمال يعني نقدر نقول تاني إن الأعمال دي، أعمال التقوى دي مرتبطة بالمكانة بالظبط، مش مرتبطة بالمكان. بالزبط. المكان مرتبط بالتوبة، مرتبط بإني أبقى ابن في الأول، أبقى ابن وما فيش خطية عليا، وبعد كده أنا ابن معرض للخطأ. طب أعمل إيه؟ إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. بس الأول أنا ابن ولا مش ابن؟ ابن. البنوية دي حصلت عليها إزاي؟ الكتاب المقدس قال كده: من آمن واعتمد خلص، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. أنت ابن، والكنيسة بتعلمها لنا بشكل رمزي، كنت قلته قبل كده ما ننساهوش طول عمرنا. آمن واعتمد خلص، بنعمل إيه في المعمودية؟ بنسلم الواحد بعد المعمودية حاجتين: جلابية بيضاء أو ثياب بيضاء وزنار أحمر. طب الثياب البيضاء دي جبناها منين؟ دي ثياب يسوع. طب بيضاء يعني أنا فيهاش كل خطية.
طب نجيب منقش نجيب مخطط؟ قال لا، ابيض وابيض ساده. ليه؟ ده ثياب بيضاء ما لهاش ربع خطيه. طيب وبعدين يا رب ما انا متعرض بكره ممكن اخطئ. ادي النار الاحمر، دم يسوع ابنه يطهر من كل خطيه. خلي بالك يا ابني، اسمك بيتكتب يوم المعموديه. يوم ما بتبقى كبير وتجدد معموديتك وتسلم حياتك للرب اسمك هيعاد مره تاني، اطمن. بس من فضلك ما تنساش الزنار الاحمر. اي غلطه بقدم توبه واعترف، اي غلطه بقدم توبه واعترف، يبقى انا دايما ابيض. طيب لسه ما عملتش حاجه ولسه ما عملتش اعمال كتير، ماشي ممكن اخش على الحركرك زي ما واحد قال لنا عايز اشتغل بكواه يعني بس داخل. يعني معنى كده انه الدخول ده لاي حد، يعني اي حد يقدر يدخل، كل حد متاح لي ان هو يدخل. طيب وكل واحد مرحب بيه انه يدخل. امين. هستأذنكم معانا مشاركه بس، معانا مدام نانسي من القاهره. الو الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بيكم. انا كان نفسي اشارك معاكم مشاركه بخصوصي، انا مشاركه انا اللي عشتها، فتسمحوا لي اشارك معاكم؟ اتفضلي. طبعا حضرتك على الهوا، اتفضلي. بصي، عايزه احكي من فتره كبيره كده في حياتي، كنت عندي دايما احساس بالحزن والثقل كده في حياتي، وما كنتش عارفه ايه السبب، وده كان قبل ما اعرف ربنا. والحزن ده كان دايما علامه استفهام، انا مش عارفه ليه انا حزينه، مش عارفه ليه انا حاسه كده بتقل وضيق في حياتي. لغايه ما طلعت مؤتمر، وكان طول اليومين الاولانيين في المؤتمر انا كل ما بقعد اكتر واسمع ترانيم واسمع ندوات وكلمات، الضيق بتاعي ده مش بيروح، الضيق ده بيتقل اكتر واكتر. لغايه كان في اخر ليله، انا فاكره كويس، كان في اخر ليله سمعت كلمه كانت رائعه، وكان بالمناسبه الباشمهندس ألفت هو اللي كان بيقولها. وفي الكلمه ديت انا مش فاكره تفاصيلها، لكن اللي انا فاكراه كويس قوي ان انا رحت خارجه من الكلمه وطلعت الاوضه وقفت اصلي، تقريبا كانت دي اول مره اقف اصلي فيها واتكلم مع ربنا. واتكلمت بكل الكلام والانفعالات بتاعه الثلاث ايام اللي كانوا بيتخزنوا في المؤتمر، وسلمت حياتي في اليوم دوت لربنا. ما كنتش مدركه قوي معنى التسليم، لكن انا وقفت وقلت له انا عايزه اكون ليك وعايزه حياتي كلها انت تدخل فيها، وكل التعب اللي انا حاساه وكل الوحده وكل الاحاسيس حطيتها قدامه. انا يعني صليت حوالي نص ساعه انا وهو بس، وده كان طبعا معدل غريب بالنسبه لي. وكنت كل ما بتكلم مع ربنا واصلي احس ان انا مبسوطه ومش عايزه اخرج من وقفه الصلاه ديت، وحاسه ان انا مستمتعه. لغايه ما خرجت من وقفه الصلاه وانا عندي احساس مختلف خالص، انا الهم والثقل اللي عندي ده كان اتشال، وخارجه مبسوطه وبضحك وبتنطط وبقضي بقيه البنات اللي كانوا معايا في المؤتمر، اللي انا ما كنتش فاهمه هم فرحانين ليه كده وبيضحكوا كده ليه ومبسوطين كده ليه يعني. تاني يوم كانوا بيوزعوا كده في المؤتمر ايه كل يوم، والايه بتاعتي اللي جات لي كانت بتقول لي كده، ربنا كان بيقول لي سلمنا خسرنا نحمل. كان تأكيد اليوم دوت. اليوم ده انا محموله فعلا، مش الحياه كلها بعد كده فرح وتنطيط زي كان الاحساس الاولاني، لكن الحياه بعد كده كلها مضمونه في ايد ربنا. بقيت عارفه انا ماشيه فين وعارفه انا رايحه فين، زي ما انا هنا في حضنه وفي ايديه فانا في السما برضو هبقى في حضنه وفي ايديه. من احساسي ان انا نفسي اشارك كل الناس بالفرح اللي دخلت حياتي والتوهان اللي كنت فيه ده، وكافه البنت اللي هي مش مكسوفه في نفسها وتعبانه وعندها احتياجات كتيره لفرح ربنا بيرفع كل الازمات بعد كده. بشكرك جدا على المشاركه الحيه دي، عزتينا وفرحتينا، بنشكرك جدا يا مدام نانسي. أنا اللي نفسي جدا وعايزة أشكر الباشمهندس ألفريد لأنه كان هو السبب في تسليم حياتي ربنا. ربنا يباركك، ربنا يباركك يا باشمهندس. شكرا، شكرا ليكي على اتصالك يا مدام نانسي. ميرسي ميرسي، باي باي. باي باي، شكرا.
مشاركة رائعة. أنا فرقت معي قوي آخر جملة هي قالتها لما قالت إنه أنا في حضنه هنا وعارفة أني هفضل في حضنه وأني هبقى في حضنه هناك. ده الإيمان، ده الإيمان بتاع اللص اليمين، الإيمان بتاعي أنت، أنت حضرتك، بتاع مدام سنة، بتاع بنتنا، بتاع كل واحد. ده الإيمان، ده الحاجة اللي ما تقدرش أي أعمال تعملها. ده البدل اللي هيحصل بيني وبين الرب، ويقول لي ليك مكان، أنت ليك مكان. أنا وأنا بصمم المدينة حاجز لك مكان. بس الإيمان ده إزاي هاخده؟ إزاي هعرف أمسك الإيمان ده ويبقى حقيقة ثابتة ما فيهاش أي خلاف؟ خلينا الأول نتفرج على فيلم يمكن يدينا الإيمان ده. كنت في فيلم صغير عن وصف أورشليم السماوية، يمكن يحط الإيمان في قلوبنا ويشجعنا، ونتفرج عليه لو سمحت. يعني نتفرج على الفيلم مع بعض ونرجع نكمل حلقتنا. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said to me, It is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To him who thirsts, I will give of the fountain of the water of life freely. He who overcomes will inherit all things, and I will be his God. And he will be my son. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. And its light was like a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. And it had a great and high wall with 12 gates. And the 12 gates were 12 pearls, respectively. Each one of the gates was one pearl. And the street of the city was pure gold, as transparent glass. The river of the water of life, sparkling like crystal, and coming from the throne of God and of the Lamb, and flowing down the middle of the city's street. Of those who are saved will walk in the light of it, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. But nothing that is impure will enter the city, nor anyone who does shameful things or tells lies,
Only those whose names are written in the Lamb's Book of the Living will enter the city. The throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him, and they shall see his face. Listen, says Jesus, I am coming soon. I will bring my rewards with me, to give to each one according to what he has done. I am the first and the last, the beginning and the end. Happy are those who wash their robes clean, and so have the right to eat the fruits from the tree of life, and to go through the gates into the city. رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيلم الممتع ده عن أورشليم السماوية. سميح، إيه رأيك؟ مدينة مبهجة، رائعة، جميلة، مفرحة. الواحد هو بيتفرج على الفيلم كانت بتشوق كده انه ايه المدينة الرائعة دي، بتشوق البيبان شكلها ايه، احلى ما في المدينة رب المجد وجوده. فيلم بصراحة يعني بيحط كده جوه الواحد شوق انه انا عايز اروح المكان دوت، مكان مبهج رائع جميل. امين 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 امين. احنا معنا مشاركة، معنا تليفون، معنا مدام مريم من القاهرة. الو الو، ايوه الو، ايوه اتفضلي حضرتك على الهواء، اهلا بيكي. انا بقول لحضرتك، انا عندي ايه بتقول في الانجيل مهام ملكوت الله داخلك. الايه ديت هتربطني بملكوت السماوات، وهو ده سبب من ضمن الاسباب اللي هتقول بيها ملكوت السماوات. طيب اوكي، هنجاوب على السؤال. نشكرك على اتصالك. مهام ملكوت الله داخلك. أمين. ده شو الله حطه في الإنسان على فكرة، إنه باستمرار جواه حاجة بتقوله أنت ليك مكان تاني، أنت ليك بقية عمر، أنت ليك سنين تانية، أنت مش هتنزل على الأرض وتنتهي قصتك في صندوق صغير، أنت ليك بعد أبدي. يقول الله وضع الأبدية في قلوبهم، في قلب الإنسان. فملكوت الله جوايا شيء بيشدني وبيجذبني وبينادي علي، ليك مكان، ليك مكان، ما تضيعوش. أنا نفسي نصلي، أنا نفسي نتكلم مع الرب، أنا نفسي نقول له يا رب أنا مكاني اللي شفته من شوية ده مش عايز يضيع مني، عايز إذا كان لي بيت هناك أحافظ عليه. أنا عرفت دلوقتي إني بقى لي بيت، بس إن أنا يا رب كل خطايا أنت تشيلها عني، عايز أحط حياتي في إيديك يا رب، عايز أجدد سر معموديتي. أنت بتقول من آمن واعتمد خالص، يا رب أنا كمان عايز أحط إيدي في إيدك، وعايز معموديتي تشتغل، وعايز لو جت خطيئة بعد كده أتوب واعترف عنها. أنا عايز أطلع 100% في الموضوع ده، وإنت اديتني الوسيلة والإمكانية البسيطة، مش محتاج أشتري خروف أو أشتري حاجة وأطلع الجبل وأعمل، أنا محتاج لك أنت. نفسي نصلي للرب، بس نفسي نرنم الأولى كان ممكن، يعني ممكن نرنم، ممكن نرنم بالآية اللي حضرتك ابتديت بيها الحلقة. حضرتك قلت بالحري افرحوا إن أسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات، ودي أعظم فرحة. أمين. مش كده؟ عشان كده المرنم لما كتب وقال إنه بيك أفراحي ابتدأت وصباح لها طعم روحاني، وبعد كده بيقول بيك خطايات غفرت. أمين. ودماك فوقي وستراني، دي الطلبة والشوق اللي بقى جوه القلب، مش كده؟ ولن نشوفه إن كل حد فينا فعلا يكون خطاياي اتغفرت ودماك فوقي وستراني. أمين. ممكن نقول بيك أفراحي ابتدأت، وتبقى دي ترنيمة كل حد مسادة مشاهدين بيشوفنا دلوقتي، نرنم وبالإيمان بنقول له أيوة رب، حياتنا تختلف. زي ما أختنا كانت تتكلم وقالت حياتي اتنقلت من حزن وكآبة لفرحة وتنطيط، لكن فرحة تكمل معنا العمر كله. كمان بقول له كده، انا بيك افراحي تبتدي. بيك افراحي
الصباح لها طعم روحاني فيك يا يسوع المسيح، فيك ألحاني امتلأت بكلام عن رب فداني، فيك يا يسوع المسيح، فيك أفراحي ابتدأت وصباح لها طعم. بعلن مبتدا الافراح من قلبي اللي صباح مرتاح، بعلن مبتدا الافراح. ايوه انا دقت ازاي قدامك تهرب احزاني، فيك خطاياي اتغفرت ودمك فوقي وسكران، خطاياي اتغفرت ودمك فوقي وستراني. فيك خطاياي انطرحت في بحور كلها نسياني، بيك يا يسوع المسيح، بيك يا يسوع المسيح. بعلن مبتدا التسبيح بك يا يسوع المسيح، بعلن مبتدا التسبيح، والترانيم والصلاة هيفوح منها عطر اللي سباني، أفراحي ابتدأت وصباح لها طعم روحاني، يا يسوع المسيح، بيك ألحاني امتلأت بكلام عن رب فداني، بيك يا يسوع المسيح. مبارك اسمك، ليك كل المجد، ليك كل المجد. الفرحة الحقيقية وفرحة العمر كله فعلا انه الواحد يشوف ويصدق انه اسمه مكتوب في السفر على حساب دم يسوع. امين. ممكن ساميه تصلي معنا؟ بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اشكرك وبارك اسمك، اشكرك لانك قبلت ان انت تاخد مكاني، اشكرك لانه اديتني مكانك، اشكرك لاني بيك مقبوله، اشكرك اشكرك اشكرك. ايوه ما فيش كلام يكفي ولا كلامي يوصف كده انه احنا نشكرك 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 لانه بيك فتحت لنا باب للدخول. شكرا. ايوه نشكرك نشكرك لانه بيك بس. شكرا. ووحدك بس اللي ينفع ان احنا ندخل ونكون لينا مكان وقدوم قدام عرش الله. ايوه انا بشكرك وببارك اسمك وبعظمك لانه من غيرك، من غيرك كان هيكون الهلاك مصر، من غيرك هيكون ملناش ان احنا ندخل. ايوه معرفناش نتمم 100%. انت الباب الوحيد. شكرك. وانت الوحيد اللي انت تفتح لنا ايوه مكان للدخول. نشكرك نشكرك نشكرك. ايوه ببارك اسمك، ببارك اسمك جدا وبعظمك وبعظم الدم الثمين. ايوه اللي قطره واحده منه تكون بتغفر كل الخطايا. ايوه رب بشكرك على فدائك وعلى صليبك، بشكرك على محبتك، بشكرك على حنانك، بشكرك انك بتحبني وقابلني رغم كل عيوبي وخطاياي. اشكرك 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 لانه دي فرحه العمر كله، فرحه العمر كله انه الاسماء نكتب كده في الملكوت
بتكون انت الباب والطريق اللي يوصل لي للمكان لكل المكان. امين 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 معانا اتصال. معانا اتصال؟ مازال معانا الاتصال؟ ازاي الدكتوره؟ اهلا اهلا بحضرتك، اتعرف بحضرتك؟ ماهر مع حضرتك. اهلا وسهلا. انا متشكر جدا على البرنامج. انا يعني بصراحه انا اول مره اتفرج على البرنامج، لكن هو البرنامج رفعني خالص. اشكرك. وجميل خالص خالص، واشكر باشمهندس على الكلمات المعزيه جدا جدا اللي بيتكلمها. اشكرك. المحتاجين في الاوقات دي يا دكتور، جدا دكتوره جدا جدا. دي المشاركه، انا بشكركم جدا جدا عليها. لكن السؤال في الفيلم الاخير الرب بيقول فيها ان انا بعت مدينه وبدات الصور تظهر بتاعه المدينه، وانا هكون لهم اله وهم يكون لي ابناء. في اخر جمله خالص بيقول وسياتي واحاسب كل واحد حسب اعماله. نرجعنا للمربع الاولاني تاني. انا بصدق جدا جدا في ان انا مش هقدر، انا ما عنديش اي حاجه صالحه. طول ما انا ماشي وبتعثر وبقع، لكن انا كأب كمان بعرف ان ابني لو جالي ومهما كان اتعثر وقع وقال لي بابا باخده في حضني. ايوه. انا كأب بكل شروري. أيوة. الله الصالح هياخدنا في حضنه. ايوه. حسب اعماله دي في الاخر، اخر الفيلم باشمهندس، حسب اعماله دي احنا هنخش في بر الله في دم المسيح بكل اخطائنا، بس هيكون المقصود بيها ان يكون احنا عينينا على ربنا، ومهما نقع نقوم ونعترف ونتناول ونكون مش بقصد. يعني انا عاوز الحته دي بس نفسرها. تمام. لان في اخر الفيلم مكتوبه كده بالملي. بالظبط. شكر ليكم جدا. وصل سؤال حضرتك. بنشكرك على المشاركه وبنشكرك على تشجيعك. شكرا على اتصالك. امين. الايه الآية بتتكلم سأجازي كل واحد حسب أعماله. كلمة أجازي في اللغة العربية اتخذت في أن يدي الواحد جزا، يعني أعاقبه، لكن هي في المعنى الأصلي ريوارد، هكافئه، هعمله مكافأة. ودي بيتكلم عن مكافآت السماوية اللي الله محضرها زي ما اتفقنا على أعمال التقوى وأعمال الصلاح، ودي اللي مرتبطه بالمكان. لان كل اللي دخل خلاص ده مكتوب في سفر الحياه ونجح. طيب هيجيب كام في الميه؟ 10%، 20%، ان شاء الله 1%. هو دخل. لان طالما النجاح من 100. أيوة. يبقى ما بعد ذلك اصبح اضافه. مش نقص. فكلمه ساجازي دايما احنا بنسمعها في العربي وكتير في الانجيل. في ايات كتير انها هدي لك جزا، هعملك حاجه وحشه، هعاقبك. لكن هي ساكافئ، مش سأجازي يعني هخصم. تمام. ودي ملهاش، يعني هي مش فكرة سأجازي يعني معناها انه اقرر يدخل ولا ما يدخلش، دي هتحدد مكانتك السماوية ايه. تمام. لكن في نفس الوقت الناس اللي خطاياهم لسه معلقة هيعاقبوا على اعمالهم برضه. ما هو زي ما الملكوت على فكرة في درجات، الجحيم في درجات. يعني ابليس يقول لك ان اسفل الهوية تنتظرك. يعني ايه؟ يعني هو محجوز له اسوأ مكان. هل كل الناس اللي في الجحيم هيبقوا زيه كده؟ لا. طب هل كل الناس اللي هيبقوا في الملكوت زيه كده؟ اذا المكان شيء والمكان شيء. طب احنا معنا اتصال تاني. معنا بنت الرب من اسيوط. الو. الو، اتفضلي حضرتك على الهواء. الو. الو. اهلا بيكي، اتفضلي. الو. ايوه، مساء الخير. مساء النور. انا هندي من اسيوط. اهلا بيكي. انا اول مره بصراحه ادخل مداخله خالص. برحب بيكي جدا. فالموضوع الحلقه حلو خالص، بس انا فعلا حابه ابدا مع يسوع جدا، بس في حاجات جوايا بضعف. احيانا بعمل حاجات مش بترضي ربنا، فبضعف علشان كده بحس العلاقه بيني وبينه اتكسرت. بحس ان في حاجه هو بعيد عني كده، ان انا غلطت،
عن احساسي بالذنب صعب جدا. فده تعدي من خالص. الحروب كمان الشيطانيه عليا شديده. فده مش عارفه حال ده ضعف مني او ايه بالظبط. طيب نشكرك على اتصالك ومهندس ألفريد هيجاوب. نشكرك على اتصالك بس احنا بنرحب بيكي ونحب نسمع صوتك دايما وفرحانين بتفاعلك معنا في الحلقه قوي. ربنا يباركك ويحافظ عليكي. امين. الخطيه احنا اتفقنا ان الكنيسه سلمتنا توب ابيض وزنار احمر. زنار احمر ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. وفهمنا المره اللي فاتت لو تذكري الحلقه اللي قبل اللي فاتت ان امين يعني مخلص وعادل لأنه لا يجازع الخطيئة مرتين. ما يعاقبش مرتين. فلازم نفتكر أن أنا لما بروح للرب وأقول له أنا غلط حتى لما أنا بغلط مش معنى كده الرب بيقفل الباب قصادي. قلنا الله بينظر لأولاده أن الخطيئة مرض يحتاج إلى طبيب أكتر من موقف أنك أنت غلطت أنا زعلت منك الدنيا فرقت بيننا. طب هل الأم أو الأخت دي لو ابنها غلط وقال لها ماما سامحيني تقول له خلاص الدنيا قفلت؟ إذا كنا إحنا بشر ما بنعملش كده. كم بالحري أبونا الذي في السماء. فإحنا عارفين إن في ضعف بس بنتعامل مع الضعف إزاي؟ باعترافنا زي ما قلنا المزدوج باللي أنا عملته واللي اتعمل عشاني. لأن أحيانا الواحد بيتيأس لو خد النص الأولاني أنا غلطت غلطت غلطت. طب أنا عملت خطية والرب رفع عني هذا الخطية. في عملين فعلين بعترف بحاجتين في نفس الوقت زي ما قلنا المرة. تمام. طب هو أنا كنت حاسة كمان من تليفونها أو من كلامها إنه يعني هي حاسة بضغط أو بضعف لأنك بتقول إنه الحروب الشيطان كتير عليا. فأحيانا بتبقى الحروب لما بتبقى كتيرة بتدفعني لليأس أكتر. لكن هنقول إنه الزنار هيقف قصاد كل الدنيا مهما حصل. الكتاب المقدس بيقول إيه؟ إن الصديق يسقط سبع مرات في النهار. قلنا يا سلام صديق بيسقط سبع مرات في النهار. قالك ده بس بيقوم سبع مرات مش بيجمعهم ويقوم مرة واحدة. فلأنه ابن ربنا ومش عاوز الخطية وبيقع فيها عنوة أو ضغط أو حربا وبيقوم يبقى هو ده ابن ربنا. يعني مهما كان الشيطان بيحارب أنا ليا أنه حتى لو فرد ونجح أنه يوقعني أنا ليا أني أقوم. ليا قيامة والقيامة دي بتشجعني. ليه؟ لأن بتقول أنا وقعت والرب أقامني وقعت والرب أقامني حاطط امله فيا مش سايبني مهتم حاطط كل رجائه فيا ما تخافش انا معاك انا سندك انا بيك النصر. ابليس ده انا هجيبه تحت رجليك سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا بس خليه ايدي في ايدك ما تخليش الخطيه تفصل بيني وبينك وما تخليش الخطيه بلا توبه واعتراف. برضو لازم نقول حاجه متوازنه يعني ما تخليش الخطيه ابليس يقول بص غلطت خلاص ما فيش فايده لا وفي نفس الوقت مش تخلي خطيه ورا خطيه لا خطيه قصادها توبه قصادها اعتراف خطيه قصادها توبه اعتراف انا واقف موقف جدي وبالتالي انا غالب ومنتصر. بس انا لسه عايزه ارجع لموضوع الابن. انا الابن انا اي حد يقول انا ابن خلاص ابن ولا الابن دي ليها حاجات بتدلل عليها اعمال انا بعملها بقى عشان ابقى ابن. طيب خليني استاذنك يا ساميه نقف عند السؤال سؤال مهم قوي بس محتاجين نخرج فاصل. معانا زجل جميل عن فرحة الأولى وفرحة الأعظم لأخونا نشأة مكرم. تعالوا مع بعض نسمع الزجل ونرجع نكمل حلقتنا ونجاوب على سؤال سامية. فك حزام الحزن وراح ودهن القلب مسحة أفراح ولا عاد في مكان لبكى ونواح وضميري بدمه هلل مرتاح وهاتوا لنا قصارة شجر الصفصاف وتعالوا نعلي الفرحة بهتاف ونروح في فريق في طريق ما نخاف ونعود بأغاني وفرح أضعاف وبلاش لتنهد ولا عتاب ده الدم الطاهر عالاعتاب وسكيب البهجة عدى الباب والصوت بيشق العمر شباب وتحل الضحكة الصافية سرة مناديل تحل الضحكة الصافية سرة مناديل وشعاع البسمة النادية يشرق في الليل وبنظرة عين مرفوعة بشكر جزيل وكلام وشفايف تبعت نغم التهليل
ونلم غفير وفقير وضرير، ونروح لابوابك للتبرير، ونعدها امير وسفير وبصير، والفرحه ملوكي وبسطها حرير. ونلم بعيد وحزين مقصور، نلم بعيد وحزين مقصور، والنادي لضل ما شافش النور، يفرح والقلب يعود مسرور، يرجع لحضانك رب غفور. وبلهفه بلهفه نروح لبيت الاب، بلهفه نروح لبيت الاب، يجمعنا الشوق بعد غياب، وملايكه ترحب عند الباب، والزفه ملوكي فوق السحاب. رجعنا لكم بعد ما سمعنا زجل الجميل لأخونا نشأت مكرم، وما زلنا بنحتفل وبنوجه تهنئة تاني للقناة، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين العيد الميلاد الخامس لقناة الحرية. ونسأل في حضرتك تحب توجه تهنئة خاصة النهاردة للقناة؟ حقيقة أحب أقول الإله العظيم اللي استخدم القناة دي 5 سنوات وصل بها حق، وصل بها نور، فتح بها بيوت، فرح السماء مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. أيوة. لأن مكتوب يكون فرح في السماء بخاطي واحد. فماذا فعلت هذه القناة للسماء؟ قدمت كثير. أفراح كثيرة كثيرة. أشكر الله أيضا على كل واحد بذل مجهود، على اللي كان في قلب الدكتور رأفت من الأول أنه يصنع أمرا لله، مدام وفاء يضحوا كل شيء ويتركوا كل شيء ويذهبوا وراء الرب في رحلة وفي تحدي صعب وفي مسؤولية جسيمة. أيوة. وفي أمر يعني الله يباركهم ويدي لهم المعونة اللازمة والكافية عليه، ويكملوا ويوصلوا. أمين. أمين. ويصلوا الأماكن يمكن لم يصل إليها أحد من قبل. أيوة. بلغة وبتعبير وبكنوز كنيستنا الحلوة. فالرب يباركهم على عملهم، ويبارك كل اللي اشتركوا، ويبارك كل اللي دعموا. أيوة. ويبارك كل اللي قدموا برامج. أيوة. وكل اللي تعبوا من خيره في السماء. أمين أمين. طيب احنا معانا اتصال، معانا استاذ بولوز. الو، اهلا يا استاذ بولوز، انت وحشنا على فكره. اهلا بيك. صدقيني يا دكتور انت كمان وحشني. اخبارك ايه؟ الو، احنا سامعينك يا استاذ بولوز. ايوه اتفضل. الو، احنا سامعينك. احنا سامعينك، اتفضل. احنا سامعينك كويس قوي. الو، حضرتك على الهواء يا استاذ بولوز، اتفضل. ازيك يا دكتوره؟ انا بخير. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا 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 بيك، وحشتوني صدقوني. صدقني وانت وحشتنا كمان. اخبارك ايه؟ انا بخير. طيب تحب توجه اي كلمه النهارده لقناه الحريه؟ عيد ميلادها الخامس، واحييهم لان هم عندهم قدرات رهيبه في اكتشاف المواهب اللي زيي. هي دي. ماشي يا استاذ بولس. انت عارفه يا دكتوره قبل ما اطلع معاكم على البرنامج انا كنت ايه؟ اتفضل. ها كنت ايه؟ انا كنت عرفت بطريقه ازازه دكتور. اكتشفوني. اكتشفوك. ايوه يا استاذ بولس، ربنا يبارك لكم. طيب احنا يا رب كده كل الدبابيب اخواتي يجوا معاكم. يعني هنشوف الصراحه، اصلك يعني شخصيه مميزه الحقيقه يا استاذ بولس. ربنا يخليك يا دكتور. احنا ويبارك القناة. نشكرك على اتصالك ونشكرك على التهنئة بتاعتك. كل سنة وهم طيبين وانتوا طيبين. وانت طيب يا استاذ بولوس، شكرا. طيب. ليك جدا. شكرا. سامية كان عندها سؤال. اتفضلي يا سامية. انا علشان اكون ابن مش لازم اثبت بنوتي دي بعمل؟ خليني الاول ازاي ابقى ابن؟ احنا بنأكد عشان ابن بتولد في جرن المعمودية زي ما الكنيسة بتعلمنا. ابونا تاتوس يعقوب بيقول هذا هو سر المعمودية الذي نلنا به التبني فصرنا ابناء الملكوت ولنا حق الميراث. تمام؟ تمام. فحضرتك هنفترض عندك زي زمان كده 15 ولد وبنت. كويس؟ كلهم ولادك. ما تتخضيش. فيهم كويس قوي وفي النص نص وفيهم اللي مش قوي، بس كلهم ايه؟ ولادي. هل تقدري تقولي ان ده مش ابني وده ابني؟ لا، ولادك. لكن فيهم واحد 10 على 10، فيهم واحد 9 على 9 على 10، وفي واحد 8 على 10، ده وارد. فاذا البنويه والميراث هو حق البنين، وزي ما اتفقنا المعموديه
الإيمان باللي حصل في المعمودية مش مجرد رمز، وبعدين لبست التونية البيضة فأنا ابن وعندي زنار أحمر، فأي خطية بعترف بيها وبتوب عنها وبشيل كل حاجة سلبية. ده الموقف الهام جدا، وده اللي بنسميه أعمال الإيمان اللي بتثبت أني أنا صدقت. يعني إيه أعمال الإيمان برضو عشان أوضحها؟ دي لسه كنت عايز أسأل فيها. يعني هي مثلا حنا أم صمويل، حنا أم صمويل كان ليها طلبة وكانت ضرتها بتغيثها وبتنكد عليها وتعكنن عليها، راحت صلت للرب وسكبت قلبها واللي فيه، فالله جاوبها عن فم عالي كاهن وقال لها الله يعطيك سؤال قلبك. يقول الكتاب انها مضت ولم يكن وجهها متغير. مضت واكلت ولم يكن وجهها لا مش قادره تاكل، مش مضت وصامت، بس اكلها وفرحتها اعتبر عمل من اعمال الايمان. اثبتت فيه، اثبتت فيه ايمانها. وده اللي احنا بنقول عليه انا بتوب وبعترف وبتناول وطلع متنكد والآن ومش عارف ربنا قبلني ولا لا. طب فين عمل الإيمان؟ إذا فرحتي عمل إيمان، تجاوب إن الله يقوله لي وصدقه عمل إيمان، لما الله يقول لي أنت ابني وصدقه وافرح ده عمل إيمان. عشان كده عمل الإيمان ده هام جدا في تأكيد إيماني من عدم، وده اللي بيوضح الخلاف اللي أحيانا بنراه ما بين أبونا يعقوب إن أبونا إبراهيم تبرر بالأعمال. قديس بولس الرسول أبونا إبراهيم اتبرر بالإيمان. فبيحط المعنيين مع بعض إزاي؟ ممكن أخد دقيقتين؟ فضل. إن اللي عمله أبونا إبراهيم إنه فآمن إبراهيم بالله فحسبه له بر. عمل حاجة الوقتي؟ لسه ما عملش. بعد شوية جي ربنا قال له خد ابنك وحيد، بعد شوية دول 14 سنة، خد ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدمه لي. أبونا إبراهيم راح عمل العمل ده، هل العمل ده عمل تقوى؟ كونه نقدم ابنه ذبيحة؟ هل عدم الصلاح؟ ده ربنا كان رافض فكرة الذبايح الإنسانية دي تماما، ويقتل ابنه، ويقتل ابنه، ده ربنا عمره ما يطلب كده. لكن بنقول ده عمل إيمان، عشان كده أبونا يعقوب بيقول إيه؟ إنه بأعماله أكمل إيمانه، أثبت إن إيمانه ده إيمان حقيقي. طب رحاب الزانية برضو نفس السؤال، عشان كده الناس تقول لك إيمان بدون أعمال ميت. إنهي أعمال؟ مش أعمال التقوى، أعمال الإيمان، ولا أعمال الصلاح، ولا أعمال الناموس، أعمال الإيمان. طيب رحاب، خلينا نخرج من مفهوم التراث الديني ونبص للست دي. الست دي عملت إيه؟ كانت في بلد خانت الملك بتاعها وكذبت على الرسل وخبت الجواسيس، فالمفهوم الأرضي إن اللي عملته ده لا أعمال تقوى ولا أعمال صلاح، جاسوسة، عملت عمل مش للتقوى وللصلاح. لكن الكتاب عظمه جدا لأنه عمل مبني وراء الإيمان. قالت إيه؟ سمعنا فذابت قلوبنا وعرفنا أن إلهكم هو إله الآله، وبناء على كده عملت عمل ما. هل العمل ده إحسان، خير، عمل صلاح، تقوى، صامت، صلت؟ فمش عايزين نخلط بين الأمور. إذن مغفرة الخطية مرتبط بالبنوية والتوبة والاعتراف فقط، اللي هو بالإيمان مش بالأعمال. الأعمال مفيدة جدا في تحديد مكاني، مش في إلغاء خطيتي، بس في عمل مهم جدا مع الإيمان اسمه اللي قال عليه القديس يعقوب، اسمه أعمال الإيمان اللي تثبت أني أنا صدقت. أنت حضرتك مثلا قدمتي توبة وشكرت ربنا وتناولتي واعترفتي وكله زي الفل، تمام؟ وبعدين تيجي تحكي لي ايه؟ على فكره يا باشمهندس انا خايف اللي عملته يترد في ولادي. طيب يا بنتي انت مش قدمتي توبه واعتراف؟ طب ليه بتفكري كده؟ في مفيش اعمال الايمان اللي تؤكد كده. لما الواحد بيتوب وبيعرف ان الرب صفع عنه، فعنده نيه عدم تكرار الخطيه. لانه صدق كده، مش بيقول كلام يعني. صدق كده، فتلقى جوه قلبه تيجي الخطيه مره تانية يبقى مش عايزها، مع ان اول مره كان ضعيف قصادها، ويوم بعد يوم بيقوى عليه. فده عمل الإيمان. يعني أعمال الإيمان دي هي الحاجات اللي أنا بتصرفها بناء على اللي أنا صدقته. تمام، صح كده؟ وده تعريف الإيمان الحقيقي. إن الحاجة اللي صدقها وتصرف على أساسها، ده عمل الإيمان. وده مهم جدا بقى، مش بأساسه الله بيعمل، لكن العمل الإيمان ده بيفيدني أنا إني أفهم إن إيماني ده صحيح إيمان ولا لا. وده اللي قاله القديس يعقوب، هل أنت عندك إيمان ولا بتقول إن عندك إيمان؟ يعني أعمال إيمان زي ما قالت سامية، هي الأعمال اللي نبعة من إيماني الأول اللي تثبت وتؤكد.
اني اصدق تثبتوا وتؤكدوا. انت صليتي محتاجين مثل عملي. انت صليتي وقلت يا رب انا خايفه من موضوع معين والرب بعت لك وعود من خلال كلمه الله او من خلال بعض البرامج او بشكل ما، وانت خدت الوعود دي وصدقتيها. ما ينفعش تيجي تاني يوم تخافي، لازم تقاوم الخوف مش تطلع بره. انا مصدقه لانك لما بتخافي معنى كده اللي انت صدقتوه كان مهزوز. فده مؤشر ربنا حاططه لي، قال لي خلي بالك انت عندك مؤشر مهم يعرفك عندك ايمان ولا لان انا لو قلت لك امضيه واستدفئه ونامه وانبسط اهو كلام، انا واثق ان ربنا غفر لي كلام، فرحان مطمن مبسوط اهو هي عمل الايمان قد يكون التسامح. حضرتك اتكلمت على اعمال التقوى واعمال الصلاح، هل دي ممكن تكون مرتبطة برضو بأعمال الإيمان ولا دي مش مرتبطة بأعمال الإيمان؟ قد يحدث عمل ما يحتوي الشقين، يعني ممكن أعمل عمل يحتوي الشقين، زي مثل الجميل الرب المجد يسوع، تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعدل لكم. أهو ده وراثة ليه؟ لأني جعت فأطعمتموني، عطشت ليه؟ دي أهم حاجة في الموضوع. أطعمتموني طب واحد تاني بيطعم الناس ويسقيهم ام ربنا يكافئه على الارض، لكن الابن لما يطعم الناس ويسقيهم بيتكافئ على الارض وفي السماء. ليه؟ لانه عمل ده للناس ولله. لكن في الاول انا ممكن اعمل اعمال تقوى وبر عشان الناس تقول علي انا راجل كويس، شوف انا اديت فلان، يقول لي انت راجل بركه والناس تشوفني، كل ده ليا ماشي مش هزعل. اذا عملت اعمال بر على الارض خدها على الارض، اذا عملت بر على الارض وانت شايف السماء هتاخدها على الارض وتاخدها في السماء. فهنا عمل البر اللي هو الاهتمام بالفقراء فبي قد فعلته، بس ايه؟ رثوا الملك المعد لكم، ودليل على كده ورثوا يعني وراثه. بس في دليل اهو بقى في اعمال. هنا العمل عمل ايمان لان شايف الرب وبعمل لاخواته اللي هم اخوات الرب، وفي نفس الوقت عملت عمل هنا ده من اعمال الصلاح. بس اعمال الصلاح منفرده كان يبقى انتوا اديتوا خلاص، لكن بي قد فعلته. فممكن أعمال تحتوي الشقين تبقى عمل يدلل على الإيمان، وتكون عمل تقوى أني أصوم أو أصلي، أو عدم صلاح أني أساعد الآخرين. لكن الفعل الأهم اللي عمله أبونا إبراهيم واللي عملته رحاب، ودول المثالين اللي ذكروا في رسالة يعقوب في بتاعت هو شيء واحد، إيمان. ولا تصلح أن تبقى عمل تقوى ولا أعمل صلاح. عشان كده الآية بتاعت أنه إيمان بدون أعمال ميت. برافو عليك. كنت بفهمها بطريقة تانية. طب لا كنت بفهمها بطريقة تانية انه لازم يكون في اعمال علشان ادلل. ما الحاجة اللي بتقع مننا كتير نقول اعمال ونسكت. ما الاعمال دي احنا اتفقنا كذا نوع، في اعمال الناموس وفي كده. لازم لما نقول حاجة مثلا ايمان نقول ايمان بايه، اعمال ايه نوعها، لان لو سبتي حاجة هتطلقيها على كذا موضوع مش كده. مفهوم القديم. اي مفهوم قديم، بس نشكر ربنا صلحها. احنا هل احنا معانا مشاركه من بنت الرب ما زالت معانا؟ طيب احنا مش معانا الاتصال تاني. اوكي هتتصل تاني. فانا برجع للسؤال مره تاني، انا لما بتولد في جرن المعموديه بنتسب لادم الجديد مش ادم القديم، وفي حد بيقول لي انت بايد ابن حد، ده لا الخادم ولا بابا ولا ماما ولا حتى ابونا، مين؟ الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. وبعدين يكمل فإن كنا أولاد فإننا ورثة، وارثون ورثة الله وارثون مع المسيح. طب المسيح هيبقى فين؟ في السماء. طب الوارث ده هيطلع معه ولا مش هيطلع؟ هيطلع بقى معاه. إذن هنا ده الميراث. يبقى أنا حصلت على آدم الجديد بنويته بالميراث. هو فين؟ أكون في مكان. طب آدم الأولاني فين؟ كان فين ووصل لفين؟ بره. طلع مش موجود. لكن ادم التاني. طب احنا معانا اتصال، معانا مشاركه من بنت الرب. الو الو. انا كنت عايزه اقول مشاركه. اتفضلي حضرتك على الهوا، اتفضلي. انا كنت عايزه اشارك بحاجه حصلت في حياتي. انا كنت عايشه حياتي بالطول وبالعرض لحد بعيد قوي عن ربنا، كنت مش بحب الحياه معاه، مش بحبه هو شخصيا يعني. لغاية لما حصلت حاجة قلبت حياتي كلها. بنتي وهي عندها 19 سنة كانت راجعة من الكلية واتقلبت بالعربية وميت. من اليوم دوت أصبحت حياتي يعني وحشة قوي، سودة جدا، وكرهت ربنا أكتر،
من كتر المنومات والحاجات الدراج يعني كنت بتاخدها كانت يعني بتفقدني الوعي فترات طويله جدا. وكنت لما حتى بفوق كنت كل اللي جوايا اللوم على ربنا، انت وحش، انت اثبت لي كل الطرق طول حياتي ان انت وحش. وبعديها فجاه كده لما فقت من تاثير المنومات والمخدرات اللي كنت باخدها ابتديت افتكر في مره من المرات كنت صغيره قوي عندي 14 سنه حضرت مؤتمر كان بيتكلم عن السماء. طبعا انا كنت يعني صغيره وكنت مش يعني مش تركيني مع ربنا خالص، بس اللقطه دي والحكايه دي اللي اتحكت عن السماء وقد ايه جميله لفتت نظري فقعدت اسمع. لما فوت من حادثه بنتي ووفاتها وكده قعدت ادور على الخادم ده فين ووصلت له وقابلته وقابلت يعني اثنين ثلاثه خدام تانيين وقعدنا نصلي. انا اليوم ده قابلت ربنا شفته حسيت انه اخدني في حضنه وطبطب عليا وحس بيا قوي. ومن اليوم ده انا سلمت حياتي وابتدوا الخدام هناك يتابعوني ويعرفوني ربنا بجد، ربنا اللي دايما كانت صورته بالنسبه لي مشوهه ووحشه وكنت دايما برمي عليه اتهامات كتيره قوي بظروف كتيره حصلت في حياتي. كنت دايما اقول له انت السبب، طب ما انت لو كنت موجود ما كانش ده حصل، طب انت يعني جبتني بنتي ليه وخليتني اربيها واحبها، دي كانت احلى حاجه في حياتي، طب ان ليه جبتها وليه خدتها، طب انت يعني انت وحش طول الوقت طول العمر. فجاه بعد ما اديني الحضن الكبير دوت وحسسني قد ايه هو بيحبني هو بريء من كل الحاجات دي ابتدت صورته تتغير جوايا. حبيته قوي قوي قوي، ما بقيتش اعرف اعيش من غيره. ما بقاش بيعدي يوم ولا لحظه من غير ما اقابله من غير ما اشوفه من غير ما اكلمه. بقيت بحب حضوره، بقيت بحب المسه ويلمسني. انا قلعت الاسود من على بنتي اول ما عرفت ربنا بجد، لاني ما كنتش حزينه بعد ما كنت شاريه هدوم لبس اسود كتير عمري كله لاني ما كنتش عارفه افرح. انا كنت عايزه اشارك انه فرحه ربنا فرحه انه الواحد يسلم حياته لربنا ويعرف ربنا بجد وربنا يدخل في قلبه ويحصل الصلح ده بجد حقيقي، دي فرحه ملهاش حل. مش عارفه اصدق ازاي ربنا عارف يوصلني عارف يقابلني رغم كل التحديات الكبيره والعمر الطويل اكثر من 45 سنه انا مش بعرف. انا عايزه اعظمه، عايزه احبه، عايزه اشهد عن امانته الحلوه. ازاي عرف يصالحني بعد كل السنين دي؟ ازاي عرف يخليني اغير نظرتي عنه؟ فانا البرنامج فرق معايا الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه فحبيت ان انا اشارككم بيه. اشكرك، ربنا جميل. ميرسي قوي، انا اللي شكرك. نشكرك جدا على المشاركه، ربنا يباركك وربنا يحافظ عليكي وتفضل الفرحه جوه قلبك وتكون شهادتك شهاده حيه لكثيرين محتاجين يسمعوا الشهاده القويه دي. ربنا يباركك جدا يا بنت الرب. شيء مشجع جدا، حاسه انه الشهاده الرائعه دي احلى حاجه بتهيألي ممكن نكون بننهي بيها كلامنا. احنا ما زال معانا، احنا هل معانا ايريني عشان نكون بنصلي بالكلمات دي او هتكون معانا؟ طب نسمع التعليق من حضرتك على الاختبار قبل ما على ما ايريني تكون معانا على التليفون. احب اقول بس كلمه مختصره، الله اعظم من اي ظرف ممكن ندخل فيه وعنده حل لكل مشكله قد تعترض طريق حياتي. الله اعظم من اي ظرف، لان الظرف ده قاسي جدا مش هنقدر نملك. والله أعظم من أي ظرف ولديه حل لكل مشكلة من مشاكل حياتي، حل لا يخطر على البال. أيوة. حضن دافي، مفيش حاجة حصلت بس حصل كل حاجة بيها. مفيش تفسير، مفيش كلام اتقال، لكن في حضن. وده ومفيش أصل حد يقعد يفكر طب هنعمل إيه، طب هنتصرف إزاي، وإيه الحاجة اللي تقنع وإيه الحاجة اللي تريح. هو عنده، هو أعظم زي ما حضرتك قلت. معانا إيريني، تفضلي إيريني نصلي معاكي. ألو، تفضلي إيريني. شكرا. في الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب بنباركك ونصبحك ونشكرك من كل قلوبنا. يا رب سمعنا وعرفنا عنك كثير ويمكن فرحنا وتعزينا
لكن يوم النفس بتتقابل معاك، يومك بتتجاوب مع حبك وصوتك وهو بينادي عليها وتفتح الباب، ده بيكون يا رب يوم عيدها ويوم ميلادها الحقيقي. بيكون معاها انها تتنقل من الموت للحياه وتدوق فرحه، فرحه العمر لان اسمها اتكتب في السماء. نشكرك رب يسوع المسيح، نشكرك يا مخلص نفوسنا، نشكرك لانك اكملت عملك على الصليب لاجل كل واحد فينا. شكرك. نشكرك رب لانك فتحت لينا باب الملكوت، علشان يا رب كده يا رب نكون بندخل وتتكتب يا رب اسمائنا ونكون من اهل بيتك. يا رب اشكرك لانه كما بخطيه واحده صار الحكم الى جميع الناس للدينونه، هكذا ببر واحد صارت الهبه الى جميع الناس لتبرير الحياه. شكرا. يا رب نشكرك انت اخذت اللي لينا واديتنا لليك، اديتنا اننا نكون ابناء وورثه، ادتنا تذكرة الدخول لأورشليم المقدسة. نعم. التي لم يدخلها بنت ولا ما يصنع ربسا ولا كسبا، لكن المكتوبين في سفر الحياة انت أعطيت أولادك رب الدخول لا بأعمال بر بل بمقتضى رحمتك. نشكرك، نشكرك رب من كل قلوبنا، وعاوزين يا رب نذوق فرحة خلاصك النهاردة تغمر كياننا وتستمر معنا طول الحياة. أمين. انت بتطمننا رب على مكاننا، بتطمن كل واحد بيسأل زي ما سأل تلاميذك كمان، من يقدر أن يخلص؟ مين يا رب؟ مين ممكن يكون بلا خطية ويقدر يدخل؟ لكن يا رب أنت قلت هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. عشان كده رب احنا جايين وبنقولك رب مشتاقين نوصل لمكاننا، بنعترف إن ده غير مستطاع لدينا بدونك. هنستخبى في يسوع المسيح المصلوب، بنسلم لك حياتنا، تدخل وتملك وتحكم، بنتوب رب أمامك وبنصدق كلامك، مصدقين إنك أنت باب الخروف الوحيد، مصدقين إنك تبرر الفائل، ومهما كانت الخطية دمك يطهر من كل خطية. أنت رب تلبسنا لباس العرس، أنت تبررنا وترانا يا رب أبرار بلا عيب ونقدر نوصل مكاننا. يا رب أنا بعترف كده قدامك، أنت بري الوحيد، انت بري الوحيد. لا اعمل الصلاح ولا اعمل الاخوات. يا رب انا بطلب نعمتك، رب بطلب انه نعمتك هي اللي ترافض وتعمل فيا وتغيرني. بطلب يا رب اني اخرج وانا انتي في ايدك رب، وساعدني يا رب لغايه اكون باشبه صوره ابنك. ليك يا رب كل المجد. امين. امين. نشكرك جدا على صلاتك يا إريني، بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس على وجودك معنا، وبشكرك على وجودك معنا يا سامي. أعزائي المشاهدين، فرحة العمر كله أنه نفرح أنه أسماءنا قد كتبت في ملكوت السماوات. ما كانش ليا اختيار أني أنتمي لآدم الأول، لكن عايزين نبارك الله النهاردة أنه لينا اختيار ولينا قرار ولينا فرصة ننتمي لأبونا السماوي، لابسين التوب الأبيض وعليه الزنار الأحمر، أبناء لله بيسوع المسيح. ربنا معكم.